أخي ناصر، نعم هل أنت مقتنع بالمحاكمة اللي جرت في الجزائر العاصمة والتي تفيد من أن القاتل هو المبارك بومعرفي، يعني قاتل كيف ما قالوا أماكت إيزولي؟ جندري كيفاش لاك تيزولي هذا يا درت تسمى انت تمكن لك في راسك انت يعني رايس هذا ماشي هذا رايس هذا تقتل كان انسان واحد يخلص ما تنساش بلي لو بريمي رابور تاع لا كوميسيون دونكيت نهار خرجت بريمي رابور اش تقول لك؟ تقول لك بلي لو كريم ايتي كومي باسكو يا دي نيجليجونس كريمينال كي نقول لك اشرف يا نوردان نعم كي يقول لك نيجليجونس كريمين كاس سافا دير سافا دير سان كومبلو نعم كيف سيد واحد ما خلص يخلص غير بمعرفي هادي ما كانش هادي يعني تشوف تحكم لو بريمير الجيريان تقول له يقول لك امبوسيبل اكيزولي كانش اكيزولي ما تدخلش في الراس ما تصورش كامل في الراس يا اي ان كومبلو جو لي دي انا ان 92 19 ans après je ne pourrais que c'est un complot نعم وهذاك السيد هذاك بو معرفي شوف كانت صحفيه كان تمك في انا ذاك في 92 كانت قالت لي كنت في الدوزيام رونجي قالت لي اللي قتل بابا قالت لي مات قتلوه قالت لي جلي فيو دونك سيت اون جورنيست سي سكين دي نو نعم تعرف الاسم نتاعها هذه ولا؟ نعم الاسم نتاع الصحفيه هذه هي اخي جات الجزائر في ليتي هذا حكموها وكانت تخدم في الماتا وجبدوا لها فار تاع فواتور مش عارف لوكاسيون لاسيرونس وخلطوها لها ما تشوفهاش واسمها 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 هذه الصحفيه نادا كربوها واش من صحيفه تخدم هذه؟ لو ماتان داكور اخي ناصر انت النهار المقتل نتاع محمد بوذياف انت وين كنت؟ كنت تزايف العاصمه كيفاش سمعت بالخبر؟ سمعت والله العظيم غير كنت انا هذا كنت نخدم في لي دوا دلوم نعم تاع حقوق الانسان فوالا مع هارون مي كاين الناس بزاف يحبوا يغلطوا الناس يقول لك كي دخل طاولو بوست نو قبل ما دخل بابا واحد 6 مو ولا 8 مو دخل نخدم عندهم باسكو كان جديد المينيستير دونك رحت كليت في التغديت الاولي تاع على على الوحده غير دخلت البيرو تاعي حتى نسمع قال لك قتلوا بودياف سمعتها في التلفزيون لا سمعت الناس تماك الناس يتكلموا برا هكذا في الشارع في الشارع دونك واش درت انا طلعت ديريكتومون ما دخلتش في راسي كامل قلت سي با بوسيبل طلعت لا بريزونس ديريكتومون دخلت شفت فاتحه بوديه في التليفون تبكي خرج ديالك فهمت رحت عند واحد كان معايا صاحبي رحت معاه قعدت حتى العشاء منش على بالك ما دخلتش راسي كامل قعدت حتى سبعة وانا نطلع حبة طلع حبة سي با بوسيبل قلت سيد كيف يعني سيد هذا يروح يجيبوه يبوس رجليه باش يجيبوه باش يقتلوه بعد هذه ماشي في احنا يعني الجزائريين ماشي في عوايدنا واحد نعرضوه ندوروا عليه نقتلوه هذه ماشي عوايدنا كامل خلاص فهمت غدر دونك جيتي فريمون تعرف جي سافي با جيتي فريمون شوكي ما اتصلوش بك بعد المقتل تاعو شوف انا قلت لك جيت التلفزيون تي تيمون بعد قلت لهم جابوه قتلوه ومن بعد جات لي مناسبه مع خالد النزار في الرئاسيه داروا 7 ايام تماك نعم داروا عشاء منا جابوا طربيتو مع الجاليه العكازه تاعو قال لي حبيت نتكلم معاك قلت له وي رحنا وحدنا انا وياه مشينا قعدنا في الكوان قال لي البارح قال لي قاولي بيجي في التلفازه البارح قلت له وي قلت له جيت في التلفازه قلت له قلت بلي الناس اللي جابوه هما اللي قتلوه قال لي ما تقولش الكلام هذا قال لي نحلف لك انا قال لي بلي الناس او بلوريالا قال لي الناس اللي داروا اللي خطوا هذا القتيله تاعو قال لي نوعد نعهدك اليوم بلي فوزوري لا فيريتي ان شاء الله قلت له داكور صح خرج البريمير رابور عيط له اتصلت به في الديفونس كان حكم لا ديفونس اخي ريبوك نعم سكيتر تاعو خليت له ميساج قلت له فوالا قول له ناصر بوديف حب يشوفك ما كاش جواب والو زدت سنيت بعد شي ايامات زاد خرج دوزيام رابور وين دوزيام رابور قال لك بلي سي تان اكيزولي زدت عيط له ما حتى اليوم ما كتجاوب نعم وفي 2001 يا اخي درت جي كومونسي انتربولي
لي ريسبونسابل اللي كانوا ان 92 ولا تشفى في الجرايد. هدرت له درت له لينات لوفيرت ولو تيتر تاعها قلت له بلي لا تيز دو لا بيزولي دو تيان بلو اي ما جامي ريبوندو جوسكا بريزون. الكتاب تاعي خرج في جوان اللي فات 29 جوان خرج كتاب سمعت به نعم تاع اوفالجيري هذا اوفالجيري بودي اوفالجيري تهمته ديريكتومون جي انتربيلي ديريكتومون هو شخصيا اللي الان ما ريبوندا ما والو. نعم سمعت اللي استجوبوه في سويسرا بيان سور شكون ما سمعش ما تقدرش تدير شهاده انت في هذا الاطار. والله العظيم شوف انا درت كتاب هدايا باش يعني باش الناس يعني باش الشعب الجزائري يفهم الشيء يعني وسرى كيفاش يعني كيفاش بوديف دخل كيفاش بوديف الحق باش قتلوه جماعه. راني في الكتاب قلت لهم بلي كاين زوج راهم ماتوا ديجا راهم يتحاسبوا فوق عند ربي سبحانه العبي بالخير وجدنا اسماعيل مازال زوج راهم على حياه القيادة عندهم نزاره وروتريتي ومازال توفيق راه حق الدارس. هاد الناس هادو ما كانوا في 92 هما ريسبونسابل تاع لاجيري يا خي يقولوا لنا لا فيريتي شكون قتل بودياف. النهار الدفينه نتاعو انت لما مشيت معهم للمقبره نتاع العاليه بيان سور واش كنتوا تسمعوا في الطريق؟ كنا نسمعوا بوديف خلاصايا الشبيبه راهي جايه وسمعنا بلي انتم جبتوه انتم اللي قتلتوه. نعم هذا هو اللي كانوا الناس يشعروا به الوقت هذاك. وانا نحكي لك نهار الدفينه تاعو خرجنا حنا لا بريمير فارتيو اللي خرجت باش نمشيو للعاليه كنت انا فيها وكان خويا فيها الداخل كان الغاشي بزاف برا. نعم دونك كي خرجنا هنا غرقوا البيباخ كنا يدخلوا داخل لابيزونس غرقوا البيباخ حنا قعدنا برا. نعم دونك جا سيستي اتو دونك مع لي فارتيو بداو يخرجوا تاع 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 الجماعه تاع لي مينيستر يعني كامل الجماعه ما كاش يعني السياره جازت والناس ما ضربتهاش برجليها ما حاشاك ما سبوهم اي ودي تعرف ما انا يعني وكان جيت انا واحد منهم والله العظيم من تم ديميسيوني ما نزيد نجي خلاص ديميسيوني قالك وجماعه الناس هذوما خلاص كرهونا سبونا ما نزيد نجي وما نحكيكش وصل الداخل كي الناس كانت تدخل باش يعني ترحم على 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 بوديف الكلام كانوا يقولوا له يقولوا الجماعه تماك يا ودي سا دي باس لونتوندومون كاع كانوا يقولوا من الحراكه القتاليه ما تحشموش وما يشوفوا فيهم حاطين راسهم يعني باش تشوف كيفاش عباد هذوما انا كون جيت انا واحد منهم والله العظيم نقعد غير نمد الاستقاله تاعي ونروح نمشي كاع البلاد هذه مازال عندهم مورايا مازال لهم عندهم وجه صحيح مازال حابين يتزارق قاعدين نورمال